السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام لها تاريخ، ونحن نتحدث عن التاريخ المصري، نتحدث عن محلات العصائر، محلات العصير الطبيعي عشنا عليها وتربينا عليها، عصير القصب ويعرض كمان الخروب والسوبيا والعرقسوس، جميع المشروبات الطبيعية التي تربينا عليها، والقصب من المحاصيل السكرية الصيفية، يعني هو محصول صيفي، محصول القصب. عصير القصب يحوي كثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية بخلاف السكر كإمداد للطاقة. والمحل يقدم جميع أنواع العصائر، عصير البرتقال، عصير القصب، جميع العصائر الطبيعية، المانجو، التاريخ 19 مارس 2020، المكان مدينة السنبلاوين، محافظة دقهلية. نعود مرة أخرى إلى عصير القصب، وهذه هي الماكينة الخاصة بعصر عيدان القصب أو إعداد عصير القصب. طبعا ذكرنا قبل ذلك أن القصب محصول صيفي من محاصيل السكر، يتم إحضار القصب، تقشيره وتقطيع الأجزاء التي ليست لها قيمة، وتقشيره استعدادا للعصر. عملية عصير القصب مستوى عالي من النظافة كما نشاهد، عملية عصير القصب سيادتك يلاحظ، بسم الله ما شاء الله، المحل على مستوى عالي من النظافة. النظافة دي كل يوم والله. الله يعزك كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أستأذنك لو ترفع المكنة كده عشان المشاهدين يشوفوا المكنة براحتك. واضح مستوى النظافة يعني كل شيء هنا، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا، مستوى النظافة عالية، عود القصب يكون في هذه في هذا المكان، يتم عصير القصب. بسم الله ما شاء الله، واضح كل عوامل النظافة، بتراعي كل عوامل النظافة. ربنا يعز حضرتك وبارك فيك. النظافة لا يا عم، اللهم صل على النبي، ده أولي. يبقى ده سيئة حضرتك، دي المكنة اللي بيتم فيها عصر القصب. أيوة. بيدخل عضو القصب هنا حضرتك. أمان. لا، بسم الله ما شاء الله. على فكرة أنا بوصي ولادي، أصل في عربيات متنقلة للعصير طبعا غير صحية. أيوة. أولا أنت عندك مصدر مية جاري. أيوة. مصدر مية متجدد نظيف.
ومكان نظيف، اما اللي في الشارع فغير صحيه بالمره، لان طبعا ما عندوش مستوى النظافه وما عندوش ميه متجدده، ما عندوش مصدر ميه. فبسم الله ما شاء الله يا رب يعزك، انا شايف مستوى النظافه عالي، ربنا يعز حضرتك. النظافه ده شرط اولي. نعم يا فندم. النظافه شرط اولي عليك. ربنا يعزك. لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا رب يعز حضرتك. احنا شاكرين افضالك يا فندم، شكرا ونشكر حسن المتابعة، وان اعجبكم الفيديو الرجل الاشتراك في القناة، وشكرا.